أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. نتشرف باستضافة سعادة سفير الاتحاد الأوروبي سعادة السيد أندريا فونتانا للحديث عن عدة أمور. طبعا مسيو أندريا فونتانا عنده الخبرة الواسعة في التنمية، في الاقتصاد، في الدبلوماسية، في الكثير من المجالات، وأيضا اليوم راح نتحدث عنها، وراح نتحدث أيضا عن جانب مهم بحياته هو الجانب الإنساني، الجانب الاجتماعي. باسمكم اليوم نرحب بالسيد أندريا فونتانا، أهلا وسهلا حضرتك. اهلا فيك. طبعا يعني احنا سعيدين جدا وفخورين جدا بوجود حضرتك بشاشه الاردن اليوم بهذا البرنامج تحديدا، وايضا سعيدين انه حضرتك تتكلم اللغه العربيه. بتحب اتكلم باللغه الفصحى ولا اللغه العاميه كمان؟ فصحى افضل. فصحى افضل. هذا رمضان الثاني لسعادتك في الاردن، كيف تجد الاجواء الرمضانيه بالاردن بشكل عام؟ اولا شكرا للدعوه. شكرا لحضرتك في هذا البرنامج وخلال شهر رمضان. وأنا يعني هون لرمضان ثاني كما قلتي، ولكن كان عندي بالماضي فرصة لأشهد رمضان في عربية، في بلدان عربية مختلفة، ولا سيما سوريا ومصر. وأنا أظن في أجواء مختلفة ببلد عربية مختلفة، وفي أمان في أجواء مميزة خلال شهر رمضان. ولكن في كل البلدان العربية أنا أظن شهر رمضان هو شهر للعطاء والتسامح، للتواصل العائلي، وهذا شاهدت في أمان وكمان في دمشق وفي القاهرة. وفي الاتحاد الأوروبي يعني في الآن في كثير مسلمون يعيشون في الاتحاد، وشهر رمضان مهم لهم كمان، وأنا أظن هذا جزء من شعار الاتحاد الأوروبي وهو متحدون في التنوع. متحدون في التنوع. أيوة. جميل. نعم. وأنا أظن هذا يعني مهم. المسلمون في أوروبا ممكن في لهم صيام في البلدان الأوروبية، وهذا جزء من هذا التنوع. نحن نحترم للصيام المسلمون في أوروبا. صح. والتقليد الإسلامية في الاتحاد الأوروبي، والتعددية والتنوع والاختلاف. أيوة. وهذا كل جزء من هذا التنوع. يعني في الآن في أوروبا في مختلف ثقافات، جنسيات، أديان، وهذا شيء مهم وجزء من الثقافة. هذا احترام وحرية الأديان والمعتقد يعني موضوع في غاية الأهمية في جميع البلاد، ولكن بالتأكيد يعني في بلدان الاتحاد الأوروبي تحديدا هي رائدة ونماذج، يعني نشهد نماذج لأكثر من حتى رئيس. مثلا أذكر أنجلا ميركل كان لها هذه التوصية للتجار إنه يعني حتى الأسعار تكون في متناول الأيدي قبل شهر رمضان المبارك. صحيح. اختبرت الصيام سعادتك؟ اختبرت الصيام؟ ما اختبرته، بس أكيد يعني تشهد هذه الأجواء والأمسيات الرمضانية. نتحدث شوي عن أكثر ما لفت سعادتك في الأردن، يعني في عمان، من ناحية قد يكون أماكن، من ناحية طعام، أكلات شعبية. يعني أنا جربت الإفطار حتى إذا أنا مش صائم، ولكن جربت الإفطار، وأنا أحب الإفطار والأكل الخاص لشهر رمضان. نعم. في عمان في المطاعم أو في العائلات. هذا جزء مهم من الثقافة. صح. الأردنية والعربية بشكل طبعًا. عام. كمان عن الحوار الديني. الحوار الديني. نعم. أنا أظن هذا مهم الآن في العالم، في للعلاقات بين أوروبا والعالم العربي. هذا جزء مهم كثير في علاقاتنا. طبعاً. والاتحاد الأوروبي عين مبحوث خاص للحوار الديني، لحرية الدين والمعتقد. نعم. وهذا وهو زار اسمه يان فيجيل، هو زار الأردن وقابل مع المفتي والممثلين الكنائس والممثلين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني. نعم.
وهذا جزء ثاني لشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن. نعم. ونحن نعتبر الأردن شريك مهم في أمن المنطقة وكمان لمكافحة التطرف. طبعا طبعا، ويمكن هذه التجربة في غاية الأهمية، وتحديدا هلا مع انتشار الإسلاموفوبيا للأسف بسبب ممارسة يعني البعض، بعض الجماعات التكفيرية لأمور خارجة عن الدين. اليوم الاتحاد الأوروبي كيف عم بيتصدى لهذا الموضوع تحديدا، يعني هذا التمييز ضد المسلمين بسبب ممارسات بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن الدين، وهذا غير مقبول. نعم. طبعا. ويعني بالنسبة لي في فرق كبير بين هذه المجتمع أو الجماعات التكفيرية. التكفيرية ودين الإسلام هو. نعم. دين التسامح، ونحن نحترم بالإسلام طبعا. وفي أوروبا أنا أظن الشيء أهم هذا الاحترام لكل الأديان في أوروبا ولا سيما الإسلام. بس يعني حتى نكون واقعيين أكثر، إن أحببت أنا بقدر أنتقل للغة الإنجليزية يعني، بس I think you're managing. حتى نكون واقعيين أكثر، اليوم في الكثير من الضحايا في دول أوروبا يعني ذهبوا نتيجة هذا الفكر الظلامي، الفكر التكفيري على مستوى الشعوب. يعني نحن نقدر جدا هذه المبادرات، هذا التنوع يعني في 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 عقل الشعب الأوروبي، ولكن بالتأكيد صار في هذا الخوف أيضا، هذا التخوف من كل ما اسمه مسلم قد يكون بسبب ممارسات يعني هذه الجماعات التكفيرية. الشعب الأوروبي اليوم هل هو بالفعل خايف من عمليات إرهابية؟ طبعا يعني وأنا أخاف العمليات الإرهابية، ولكن لا أخاف المسلمين، لا أخاف طبعاً الإسلام طبعاً. أنا يعني في أخاف ضد الإرهابيين، ضد العنف، ولكن بنفس الوقت أنا أظن نحن لازم أن نعيش حياتنا بدون كبير خوف من هذا العمليات، ولازم أن نستمر الحياة والنشاطات لنا وضد هذا المحاولة الإرهاب والتخاف ضد هذا، ضد يعني الجماعة المجتمع طبعاً. في أوروبا وفي كل العالم طبعاً. مشكلة عالمية. نعم. في أجواء أخرى أيضا مميزة، يعني قبل ما ننتقل نتحدث عن دعم الاتحاد الأوروبي للأردن يعني في مجالات مختلفة، في أمور أخرى مميزة بتحب تذكرها عن الأردن تحديدا، عن شعب الأردن؟ طبعا يعني نحن نعمل مع الأردن، مع الحكومة والمجتمع المدني في كثير من المجالات، ولكن خاصة ممكن اليوم نحكي عن مجال الاقتصاد والعمل يعني في الأردن. وحقيقة إن الاقتصاد الأردني الآن يعيش خلال فترة صعبة جدا وجدا والبطالة كمان هي مرتفعة جدا. إذن الأولوية الأولى أنا أظن للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن هي النمو الاقتصادي والعمال في الاقتصاد للشباب والنساء خاصة. ونحن نفكر إن في إمكانيات أن نرتفع النمو الاقتصادي ونرتفع العدد من العمل في الاقتصاد خاصة للشباب والنساء، ونعمل لذلك مع الحكومة مع وزارة التخطيط ووزارة العمل وهذا يعني هذا للمصالحة الأردنيين وكمان السوريين في البلد. وهذا كمان نقطة مهمة
إن نفكر إن لازم إن هذه السوريين في البلد نوجد كمان عمل طبعاً. في الاقتصاد. نعم، إذا يعني التركيز اليوم على الاقتصاد، وهذا بالفعل ملف مهم جدا، وتقليل نسب البطالة ما بين الشباب والمرأة بشكل عام. صحيح. من خلال مشاريع تنموية يعني بتركزوا مثلا على محافظات مختلفة في الأردن، يعني من خلال مشاريع تنموية؟ أيوة، نحن نركز على التنمية في محافظات خارج من عمان. نعم. وفي برامج مثلا في أجلون أو في تفيلة، أين ندعم الشركات المحلية مثلا للعارف السبايسيز و يعني الأكل البهارات والمشاريع الإنتاجية. نعم. والشركات السياحة في هذه المحافظات. ونفكر إن لازم نركز عن هذا النمو الاقتصادي خارج من العاصمة يعني النهوض، يعني للتنمية أكثر. أيوة، للتنمية المحلية. احنا بصراحة يعني أنا كنت مستعدة للكثير من الأسئلة، ولكن نقدر تماما أنه سعادتك عندك ارتباط الآن، لكن بدي أترك المجال بآخر دقيقة لأي معلومة إضافية بتحب تحكيها للمشاهدين عن الاتحاد الأوروبي. شكرا، بس إن أنا يعني سعيد جدا أن أعمل في الأردن، وأمل إن كنتيجة من هذا العمل العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأردن ستكون أفضل، لأن هذا كثير مهم لأوروبا بشكل عام ولشخصيا وللأردن. It was our great pleasure and honor meeting your good self here. Thank you very much. Thank you for your time. شكرا جزيلا سعادتك. تشرفنا بهذه الاستضافة. كنا نتمنى أن يكون لسعادتك الوقت الأكثر، ولكن إن شاء الله في استضافات أخرى. إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. شكرا. ومشاهدينا بعد الفاصل بنكون وحضراتكم وختام فقراتنا لليوم.